نقدم لكم التحية والتقدير ديال السيدة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة السيدة حكيمة الحيطي اللي كتعز هذه المنطقة هذه. الشعار اللي كنشوفوا أمامنا فيه واحد مجموعة ديال المصطلحات، فيه أولا التربية اللي كنقولوا التربية إلا ما طلقناش كي الله يجازيهم بخير هاد الوليدات اللي عطاونا واحد الدرس في القيم الإسلامية واللي كيبين لنا حقيقة أن المغاربة راه مسلمين والحفاظ على البيئة راه عندهم في الكتاب وكاين في السنة، لا داعية باش عندنا نقلبوا حنا على شي مسائل أخرى ولا على شي أفكار غربية يمكن لها عاد تربينا تقولنا كيفاش غادي كنا نحافظوا على البيئة. هذا الجانب الأول. كذلك الاحترام، ملي كنقولوا الاحترام فيه ما فيه عنده علاقة مرتبطة بهذا التربية، التربية والاحترام. نحتفل بهؤلاء التلاميذ الذين طلعوا يعني هذا الموسم الدراسي والأطر التربوية التي تبع هذا الموسم الدراسي أنشطة بيئية رائعة، وكذلك بمشاريع بيئية في إطار المشاريع ديال جعل المؤسسة التعليمية البلدية في بومندلج مؤسسة تعليمية صديقة للبيئة ومؤسسة تعليمية إيكولوجية. كنقول ان مسؤوليه الحفاظ على البيئه مسؤوليه الجميع، الجماعه الحضريه بومندلج مسؤوله على الحفاظ على البيئه على المستوى المحلي، كذلك الاسر الاباء والامهات الكل مسؤول على المحافظه على البيئه، كذلك رجال التعليم في المؤسسات التعليميه مسؤولين على المحافظه على البيئه طريق التحسيس والتوعية في هذا الإطار، كذلك الأئمة ديال المساجد هم مسؤولون وضروري أنهم يعطوا أهمية لهذا الجانب ديال التوعية والتحسيس ديال الساكنة في إطار البيئة، كذلك الإعلام المحلي هو أيضا كيلعب دور مهم جدا وهو أيضا مسؤول على نشر يعني الوعي البيئي في صفوف الساكنة، وكذلك الأندية على مستوى المؤسسة التعليمية، وكذلك الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة والوزارة المكلفة المنتدبة المكلفة بالماء والسلطات المحلية. إذا مسؤولية المحافظة على البيئة كما قلت سابقا فهي مسؤولية الجميع.